السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص للجزء الأخير من درس الترتيب في المجموعة R. في هذه الحصة سنتطرق لمفهوم التقريبات، التقريبات العشرية الذي يحتوي على تعريف ومثال، ثم سنختتم هذا الفيديو بتمرين تطبيقي. التقريبات، التقريبات العشرية تعريف: ليكن X عدد حقيقي بحيث X محصور بين P في 10 أس ناقص N و P زائد 1 الكل عامل ل 10 أس ناقص N، بحيث P ينتمي إلى Z و N ينتمي إلى N، أي عدد صحيح طبيعي. العدد P في 10 أس ناقص N، العدد المتواجد على اليسار، يسمى التقريب العشري للعدد X بالدقة 10 أس ناقص N بتفريط. ثم العدد P زائد 1 الكل عامل ل 10 أس ناقص N يسمى التقريب العشري للعدد X بالدقة 10 أس ناقص N بإفراط. مثال: لدينا العدد 5 على 16 يساوي 0.3125، وبالتالي سنقوم بحصر 5 على 16 بين العددين 0.31 و 0.32. اخترت عفوا رقمين بعد الفاصلة. إذن هذا يعني بأن العدد 5 على 16 محصور بين 31 في 10 أس ناقص 2. قمت بتحويل الفاصلة بعددين نحو اليمين، إذن سأضرب في 10 أس ناقص 2. كذلك 0.32 هو 32 في 10 أس ناقص 2، أو 5 على 16 محصور بين 31 في 10 أس ناقص 2 و 31 زائد 1 هي 32 في 10 أس ناقص 2، وبالتالي العدد 31 في 10 أس ناقص 2 هو التقريب العشري للعدد 5 على 10 بالدقة 10 أس ناقص 2 بتفريط. ثم العدد 32 في 10 أس ناقص 2 هو التقريب العشري للعدد 5 على 16 بالدقة 10 أس ناقص 2 بإفراط. تمرين تطبيقي: نص التمرين يقول: حدد التقريبات العشرية بالدقة 10 أس ناقص 3 بتفريط وبإفراط للعدد A، بحيث A يساوي جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 2 الكل على 2، و جذر مربع 7 محصور بين 2.645 و 2.646، ثم جذر مربع 2 محصور بين 1.414 و 1.415. إذن لنحدد التقريبات العشرية بالدقة 10 أس ناقص 3 بتفريط وبإفراط للعدد A. حسب المعطيات لدينا جذر مربع 7 وجذر مربع 2، إذن ناقص جذر مربع 2 أقوم بالضرب في عدد سالب، فالترتيب يتغير العدد المتواجد باليمين عند ضربه في عدد ناقص يصبح أو يتواجد باليسار، والعكس صحيح بالنسبة للعدد المتواجد على اليسار عند ضربه في عدد سالب يصبح باليمين، فأحصل على ناقص جذر مربع 2 محصور بين ناقص 1.415 وناقص 1.414. ثم نقوم بتأطير جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 2، نقوم بجمع الطرف الأول والطرف الأول ثم الطرف الثاني والطرف الثاني، فأحصل على هذا التعبير، أي جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 2 محصور بين 1.23 أو 1.230 و 1.232. إذن العدد A وهو جذر مربع 7 على جذر مربع 2 مقسوم على 2،
قمت بقسمة هذا العدد على 2، إذن أقوم بقسمة الطرفي المتفاوتة على 2، وبالتالي الترتيب لا يتغير لأن العدد 2 موجب قطعا. أحصل على العدد A محصور بين 1.232 مقسوم على 2 و 1.232 مقسوم على 2. هذا يعني بأن العدد A محصور بين 0.615 و 0.616، أو بتعبير آخر العدد A أي العدد جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 2 الكل على 2 محصور بين 615 في 10 أس ناقص 3. هنا 616 هي 615 زائد 1 الكل في 10 أس ناقص 3، لأننا قمنا بتحويل الفاصلة بثلاثة أرقام نحو اليمين، إذن نضرب في 10 أس ناقص 3. إذن العدد 615 في 10 أس ناقص 3 هو تقريب العشري للعدد A أي للعدد جذر مربع 7 ناقص جذر مربع 2 الكل مقسوم على 2 بالدقة 10 أس ناقص 3 بتفريط. ثم العدد 616 في 10 أس ناقص 3 هو التقريب العشري للعدد A بالدقة 10 أس ناقص 3 بإفراط. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح هذا التمرين، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.